صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم فاطمه زهرة من قناه تيما فلوكس، كنرحب بكم من جديد على قناتي وقناتكم تيما فلوكس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه انا ولحماتي او عجوزتي. فهاد الوصفه هادي ديال الحرشه دقوها عندي شي بنات، ومني عجبتهم قلت لهم غادي نعاود نصايبها لكم، وقلت لهم بلا هاد الوصفه علمتها لي عجوزتي. فجبت الظروف انني يعني جيت هنايا عندها للدار، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. اقترحتها عليها ورحبت بالفكره، ما قالت لي حتى شي حاجه، يعني قالت لي مرحبا. فغادي نخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. فغادي نحتاجوا لواحد الكميه من السميده رقيقه. شحال درتي تقريبا؟ شي نص كيلو؟ ما عبرتش. المهم البنات كاينين شي مقادير اللي يعني كديروا عينكم ميزانكم، ماشي ضروري يكون بالعبار. فاخترت هي واحد الكميه، وغادي تزيد ديال السميده رقيقه، غتزيد عليها الملحه كيف كتشوفوا، غتزيد عليها واحد يعني شويه ديال السكر. السكر سنيده، هنا استعملت السكر الاسمر، ولكن نتوما تستعملوا اي سكر عندكم في البيت. المهم السكر غير باش كيعاونكم انكم تحمروها بسرعه. غنضيفوا الخميره ديال الخبز، هنا استعملت ماشي الطريه، استعملت الفوريه. عقوستي كتحشم ما بغاتش تهدر. كتستعمل هنا النافع، انا ما درتش فيها النافع بالنسبه للبنات اللي دقوها عندي، ولكن هي دابا بغات تضيف على النافع، فكتجي فيها واحد النكهه اللي زوينه بزاف. هذه اضافه اللي صحيه بطبيعه الحال. وصافي كيف كتشوفوا غادي تخلطها بحال هكا، وغادي تبدا تبسها بالزبده وبالزيت البلديه، ما ديروش فيها يعني زيت روميه، زيت البلديه والزبده. هذه هي طريقتي حتى انا بطبيعه الحال اللي علمتني، وما كنديروش فيها الحليب نهائيا، كنديروها كنعجنوها غير بالماء. هانتوما غادي تشوفوا دابا بدات بالزبده، الزبده ما احتاجتش انها تذوبها، فقط خداتها بحال هكا. بورون بوماد ها هو، يعني غير بحراره المطبخ، وكتبدا كتدخلها بشويه بشويه في السميده. طريقه سهله وصدقوني زوينه بزاف، والبنات كنتمنى اللي ذقتها عندي تكتبها لي في التعليق باش تشجع حتى البنات يجربوها. صافي غنستمروا على هذه العمليه، وشويه بشويه غنبدا نصيب. نعطيك الزيت كبا انا، هيا بدات كتخوي في زيت الزيتون اولا الزيت البلديه. الزبده والزيت البنات عينكم ميزانكم، على حسب نوعيه السميده، على حسب الكميه ديال السميده. فمهم انكم تحسوا بها شربات داك اليد مزيان، ما تبقاش ليكم ناشفه. شفتوا كيفاش كتخدم مع بيدها؟ يعني عطيوها الوقت حتى تحسوا بها تشربات ليكم مزيان دوك المواد الدهنيه اللي هما الزبده والزيت. ولا احتاجيتو يعني حسيتو بها بقى شحفه شويه، خاصه شويه ديال الليدام، زيدوا ليها الزبده، من الاحسن الزبده تكون غالبه على الزيت. دابا البنات كيف كتشوفوا، فكنضيفوا الماء بارد، ماشي الماء دافي او لا سخون، الماء بارد باش تجمعوها وما تدلكوهاش. كيف كتشوفوا كتجمعها غير بيديها، يعني غير شويه كيف الطريقه كيف راه باينه في الفيديو، ما تدلكوهاش باش ما تعجنش دوك الحبيبات ديال السميده، غير بصبعانكم هكا خدموها، وما تخليوهاش قاصحه، كتعرفوا بلا السميده كتشرب، فخليوها شويه جاريه تكون. شفتوها؟ السميده بالنسبه للبنات اللي في المغرب استعملنا كنز، قالت لي عقوزتي بلا هي احسن سميده كتعجبها وكتستعملها كتصدق ليها بالنسبه للبنات بطبيعه الحال اللي هنايا في المغرب. كيف كتشوفوا زدنا واحد الكميه ديال الماء، ها هي شفتوها. ودابا غادي نبداو نطيبوا فيها. فاجمل حاجه في هذه الحرشه هذه، فما غاديش تحتاجوا لا تخليوها لا ترتاح لا تخمر لا حتى شي حاجه، غادي تقرصوها وغتحطوها تطيب
يعني في المقله. دابا نوريكم حنا فين غادي نطيبوها باش نربحوا الوقت. عندها واحد الحاجه غريبه عجيبه زوينه عجبتني في الحقيقه. غير حنا في المانيا ما عندناش الغاز. البنات دابا جينا المرحله ديال ان خصنا نفندوها في السميده. غتبدا تهز شويه بشويه وتفندها في السميده وفي السميده عفوا وتحطها في الفراحه ولا في المقلاة ولا في يعني فاش غادي طيبوها نتوما. دابا هنا غتبداو تاخذوا كويرات صغار والطريقه راها واضحه. شوفوا كيفاش كتخدمها بيديها. ها فندتها مزيان في السميده عقلتي كضحك ما عرفتش شنو دارت ليها بنتي غير لاصقه فيها. كتقول لها عطيني حتى انا العجينه راه مقبله. وهي كتلعب لينا في العجينه البنات. عجنا الخبز وخدات حقها وشداتو وقرصاتو وصايباتو وطيباتو وكلاتو ودابا قالت لها زيديني العجينه. فنهيلة حتى هي راه كدوز العطله ديالها مع جداتها وعجبها الحال. دابا حتى كنشوفهم كيضحكوا ما فهمتش. هانتوما انا نصور لكم فين كنطيبوا. ها هو دابا يلا شعلناه ودهناه بالزيت. غادي نكملوا. هانتوما راه عطات مسكينه العجينه راهي حتى هي كتعلم. انا حتى انا مره كندخل معايا نهيلة الكوزينه غير الوقت فين كنكون كنصور لكم. غالبا كتكون هي في المدرسه اولا كتكون زعما من هي مع باباها. ولكن واحد النهار في الاسبوع ولا بد تعطيوها وما يصايبوا شي حاجه ولا ولا كريب ولا كيكه ولا اي حاجه. شفتوا الطريقه ديالها يعني كتكورها وكتحطها في المقله اولا شوفوا نتوما فين غادي تطيبوها. عاد كتقدها بيديها وكتجيبوا واحد يعني معلقه بحال هذاك الشكل كتقدوا بها الجنيبات. هذه هي الطريقه البنات. ما كتعذبكم لا تقطعوها لا بقطعه لا يكون لو ريسك انها تهرس ليكم. حيت جربت شحال من نوع ديال الحرشه الصراحه هذه الوحيده اللي صدقت ليا وهذه الوحيده اللي بقات دابا معتمده عندي في الدار. وحتى راجلي الصراحه كتعجبو لان يعني كبر بها كتعجبو من الصغر. فما بقيت كندير حتى شي نوع اخر ديال الحرشه. شتوها كي كتقد لها الجنيبات يعني سهله حتى بالنسبه للبنات اللي ما كيزعموش على العجينه ولا كيخافوا منها ولا هذا. ديروا غير هذه الطريقه هذه وجاوبوني في التعليق انا متاكده انها غتعجبكم. ونصيحتي لكم ما تزربوش عليها تقلبوها دغيا باش ما تهرش. خليوها واحد شويه حتى تحسوا بها قطات راسها من التحت عاد قلبوها. ها نتوما نفس الطريقه كويره وكتحطوها في المقله عاد كتقرصوها. راه رطبه كتقرص لكم بسهوله. والجنيبات باش تعطيوها داك الشكل الدائري الزوين كتقدوها بمعلقه اولا يعني من الاحسن تستعملوا هذه حيت كتكون عريضه شويه. صافي نشوفوا نهيله واش حتى هي غادي تصايب لنا شي حريشه اليوم. نشوف شوف هزي لي ديدا نشوف. هيا مازال واحد السر باش تجيكم معلكه وبنينه من الداخل. غنخلي لكم حتى الاخير فتابعونا حتى الاخير لان هي كتبقى المرحله الاخيره. ماشي ما بغيتش نقولها لكم دابا ولكن هي اخر مرحله. دابا نقولها لكم ان شاء الله. البنات غتكونوا سمعتوا حماتي شنو كتقول. فباش تساعدوا ان الحرشه تحمر بسرعه طبيعه الحال بالاضافه لداك السكر اللي درنا في الاول
بداو هكا ترشوا الجنيبات ديال المقلب شويه ديال الزيت، فكتعاونكم بزاف انها كتاخذ واحد اللون ذهبي، ما هو يعني محمر، ما هو بحال الغوز، واحد اللون كيجي فيها زوين. وبالنسبه للبنات اللي تيديروا الحرشه وكتجيهم قاصحه بزاف اولا كتجيهم كتهرس، ما ديروش البنات الخميره ديال الحلوه، الخميره ديال الحلوه هي اللي كتخليها كتهرس لكم، وما ترققوهاش بزاف. كيف كتشوفوا حنا درناها يعني شويه ايبس، صافي راه قلبناهم، شفتوا على الوين كيجي فيها تبارك الله. دابا غنستمروا في الطياب ديالها ونرجع لكم مع اخر مرحله باش تجيكم الحريشه بنينه ان شاء الله. حبيباتي الحريشات ديالنا هما طابو، دابا غادي نوريكم واحد المرحله اللي زوينه بزاف وكتساعد يعني ان الحرشه تجي ناجحه وبنينه. فاخدينا بيك فروي ولا كوردون ولا كل واحد كي كيسميه هذوك العويدات ديال الخشب، وكنثقبوها على هذا الشكل. شفتوا اللون ديالها تبارك الله كيفاش كيجي، وما كتجي لا مهرسه لا حتى شي حاجه. وكتكبوا دابا فوق منها العسل، بغيتوا الا عندكم العسل قاصح بزاف ذوبوه، الا كان بحال هكا قالت لكم راه عسل حر، هذا الا كان عندكم العسل قاصح بزاف ذوبوه، الا كان غير بحال هكا راه معاه هي سخونه دغيا غادي يذوب فوق منها وغتشربوا حيت تقبناها. باقي لنا واحد ثلاثه د الحريشات راهما كيطيبوا. ايوا هادشي اللي كاين. نستمروا على هذه العمليه حتى ندهنوهم كاملين ونتلاقاو ان شاء الله مع طبق التقديم. حبيباتي الحريشات ديالنا ها هما وجدوا، كيف كتشوفوا ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، ما كياخذوش يعني بزاف ديال المقادير وحتى المجهود. فكنتمنى انكم تجربوهم وكنشجعكم انكم تجربوهم. سقيناهم بالعسل ودابا ان شاء الله ما بقى لنا الا نوجدوا واحد البريري ديال اتاي وناكلوهم وبصحة والراحة. كنترك لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد. كنقول لكم مع السلامة وشكرا على تعليقاتكم على لي لايك ديالكم اللي يخطيكم عليا، وكنقول لكم تانتوما ان شاء الله الله يفرحكم والله يعطيكم كل ما كتمنوا. فإلى اللقاء.